بينما كان عدد من الصحابة يجلسون بين يدي الرسول الكريم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فوجئ الصحابة برجل لا يعرفونه يدخل المسجد وتتساقط عن وجهه آثار مياه الوضوء. ما شاء الله، وجهه هذا هو الرجل. ليتني مثل، تبارك الله، هنيئا له. سبحان الله، ترى من هو؟ بسم الله توكلت على الله. خرج من المسجد عبد الله بن عمرو بن العاص وظل يرقب الرجل. إلى ما تنظر يا عبد الله؟ أريد أن أعرف من هذا الرجل الذي شهد له رسول الله بأنه سيدخل الجنة. والله لا أحد منا يعرفه، أنا سأعرف. في اليوم التالي وفي التوقيت نفسه حدث ما حدث في اليوم السابق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة إلى باب المسجد علهم يجدون شخصا آخر، ولكنهم فوجئوا بالرجل نفسه يدخل المسجد كما دخله يوم أمس، وهو ما تكرر في اليوم الثالث أيضا. بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. يا عبد الله انتظر. لا أستطيع الانتظار. إلى أين تذهب؟ خلف هذا الرجل. ألا تريد أن تنساه؟ لابد أن أعرف لماذا سيدخل الجنة، وما الذي يفعله حتى أفعل مثله وأدخل الجنة. لم يفكر أحد غيرك من الصحابة أن يلحق به. الحمد لله، حتى لا يشعر بنا. تعني أنك تسير خلفه في الخفاء؟ حتى الآن، ولكن لابد أن أظهر له في وقت ما. أريد أن أذهب معك. لا، هذه مهمة فكرت أنا فيها ولن يقوم بها غيري. إذن عدني أنك إذا عرفت سر هذا الرجل أن تبوح به لي. أعدك بذلك، ولكن عدني أنت أيضاً ألا تخبر أحداً بأنني تتبعت الرجل لأعرف ماذا وراءه. أعدك يا عبد الله، وأدعو الله أن يوفقك لتكشف سره لنا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أجد مكاناً أبيت فيه، وقد رأيتك تخرج من مسجد رسول الله فتوسمت فيك الكرم والصلاح، فهل يمكن أن تستضيفني في بيتك حتى أجد مكاناً آخر؟ على الرحب والسعة يا بني، تفضل. السلام عليكم يا أهل الدار. اطمئن، لا أحد في المنزل، فأنا أعيش وحيداً. بارك الله لك في منزلك. لنتناول إذن طعام الغداء. ولكنه طعامك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. أكل عبد الله من طعام الرجل ولم يبح له بسر مجيئه إليه حتى فرغ كلاهما من الطعام. الحمد لله. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وأوجد مخرجه. هلما يا بني لأصحبك إلى الحجرة التي ستبيت فيها. بات عبد الله 3 أيام في بيت الرجل الذي قال عنه رسول الله إنه من أهل الجنة. كان يرقبه كل يوم في النصف الثاني من الليل وحتى الفجر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمرك عجيب أيها الرجل، بقيت 3 أيام في منزلك ولم أرك تصلي قيام الليل ولو مرة واحدة. كل ليلة تصلي العشاء ثم تنام ثم تصحو قبل الفجر وتبقى في فراشك تذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعال يا بني نتوضأ ثم نخرج معا إلى صلاة الفجر. كان عبد الله يسير مع الرجل إلى المسجد وما زال حائرا في أمره، ظل يكتم سره ولم يقل له عن السبب الذي أتى به إلى بيته، ولكنه كان يعلم أن اليوم هو 3 والأخير وعليه أن يغادر منزل الرجل بعد الرجوع من الصلاة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. هات عنك يا عم، سأساعدك. شكرا يا بني، لقد انتهيت من التنظيف، ثم إنك ضيفي وليس على الضيف عمل. لقد انتهت ضيافتك لي والآن أودعك. في أمان الله. قبل أن أرحل أريد أن أعترف لك بأمر ما. تفضل. كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف. وماذا بعد؟ 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه. سبحان الله. أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟ أريد بالطبع. إنه أنت يا عم. أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة. والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت. ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟ أنا نفسي لا أعرف، فبقدر سعادتي بشهادة الرسول لي، بقدر شعوري بقلة عملي وتقصيري في الطاعة والعبادة. إذن سأتركك وأنا بالحيرة التي جئتك بها، بل وربما أكثر حيرة. ليتني أستطيع أن أزيل حيرتك، ولكني كما قلت لك لا أفعل سوى ما رأيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا بني. ماذا؟ أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة، وهذا ما لا نطيقه نحن.